اكتشاف مينا، عمري 8 سنوات، هواية الطبخ. سنقدم لكم مسكوت اللي نحبه بزاف، وسنبدأ لبركة الله بالمقادير. عندنا زوج بيضات، عندنا بطايا أورد، عندنا سكر باني، عندنا نص كاس سكر عادي، عندنا نص زيت. أعجبكم، وتحياتي إليكم. أنا الشيف مينا، وإلى اللقاء. نبدأ. معليش ماما، معليش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الشيف أميرة، واليوم حبيت نشارك في هذه المسابقة. واليوم راح ندير لكم تارت أو شوكولا. نبداو إن شاء الله بسم الله بالمقادير. انا ربع حبه بيض، تيجي بعدا حندير السكر،
ثم نضيف الزيت ثم نضيف الحليب. اضبط يا يوخ بنات. ثم نضيف علبتين ونصف فرينة. وكيسين خمير. ثم نضيف 2 ملاعق شوكولاتة الحليب. وثم نضيف 2 ملاعق كاكاو. بعد ما درتلها الفرينة نحتاج إلى شونتي وكأس ماء. ونشمخ التورتة تاعي بالقهوة سريعة الذوبان مع الحليب. السلام عليكم احبابي، نحضر لكم خبز بنين وخفيف كما قالت ماني حسين. بسم الله، هيا نبداو بالصلاه المكفوفه. عندنا كاس حليب دافي، زوج كيسان ماء، مغرف كبير سكر، مغرف كبير زوج مغرف خمارة تاع الخبز، مغرفة صغيرة ملح، وحبة بيض. وبعد نديرو الساندويتش وحبة حلاوة. وعندنا 3 مغرفة زيت الزيتون، ونخلطو. وبعد نلمو كيلو فرينة. بعد ما حطينا المكونات زكا تخلطو. وإن شاء الله تنحوا في
Je m'appelle Chanès Amissi, j'ai 12 ans, je suis d'origine algérienne et j'habite en France. Aujourd'hui, je vais vous faire un cupcake licorne arc-en-ciel. Pour les ingrédients, il nous faut 220 g de beurre fondu, 180 g de sucre, 300 g de farine, 6 g de levure chimique, une cuillère à soupe de vanille, 3 œufs, 40 g de lait et des perles pour décorer. السلام عليكم، اسمي ماريا بعيطيش، عمري 14 سنة، من ولاية برج باراريج. شاركت في مسابقة بنتي الشاطرة، درت طبق بسيط جدا واللي هو الأرز بالناقد وكريات البطاطا. بالنسبة للأرز قطعت الجزر والكرافس والبصلة إلى مربعات صغيرة وقليتهم، وزدت لهم كوب أرز جاف قليته معه، وبعد زدت له ضعف الكمية مرق الدجاج وخليته نشف. كي نشف زينته بصوص طماط. أما بالنسبة للناقد، جبت صدر دجاج قطعته المربعات وتبلته وخليته ربع ساعة في الفريجيدر، وبعد جبته درت له في البيض بالفرينة ودرت له الشابلور وحطيته يتقلى. وكريات البطاطا سكرفشت البطاطا ودرت لها البيض بهت لما روحها كي نعود نكور فيها، وزدت لها معدنوس وفلفل كحل وملح، ودرت لها الفرماج من داخل وكورتها وحطيتها تشتغل. شهية طيبة. السلام عليكم، اسمي زينب، عمري 9 سنوات. اليوم رايحة نقدم لكم صابلي بالزيت. إليكم المقادير. ثلاث حبات بيض، 220 ملل زيت، 220 غرام سكر ناعم، 220 غرام مايزينا، كيس خميرة كيميائية، عطر الليمون، كمية من الفرن. طيب خلطت لي دير عطر الليمون، حطيت كل بعد منهم دير فرن، نزيد خميرة كيميائية، كيس خميرة. نصبح الآن بطاطا بالشاي تبقى. دخل الصابلي تاعي على 180 درجة. كولا، زيد لها ملعقة، زدت لها الكوكب، زيد لها ملعقة زيت. ها هو مصباح كاتونة لونه ذهبي تزيين، المعجون مشمش، كاوكاو مطحون، شوكولا اللي حضرناه. ها هو ليكم الكاتو تاعي اللي خدمته، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا، وإن شاء الله يحلي لكم أيامكم كما هذه الحلوة الحلوة. فضل المقادير: ملعقة سكر، بيضة ومايزينا، قرصة ملح، وملعقة صغيرة الفانيليا، وملعقة صغيرة خميرة كيميائية، كوب حليب، وكوب فرينة، وشوكولاتة أوبتيلا. ما هو موزع.
خلق المكونات. المقادير وتقطيع الموز، ننتقل إلى مرحلة الطهي. شهية طيبة، نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الطبق السهل وبنين.